لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحب بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث ووقائع معركة أين الله الجزء 44، وعنوان حلقتنا النهاردة ارتداد الأزهر الأشعري إلى المذهب المعتزلي. شفنا في الحلقة اللي فاتت تناقض كلام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لما كان بيقول المفروض محدش يسأل أين الله، وكل ده بسبب سؤال رسول الإسلام للجارية، والشيخ الأزهر قال ما يصحش السؤال ده لأن أنت كده بتحدد الله بمكان وزمان وبدء ونهاية. وبعدها قال أن فطرة الإنسان أو الأديان علمت الإنسان أنه يرفع إيده أو يرفع وجهه لجهة العلو لأنها هي الأنسب، ولما مقدم البرنامج سأله بس هو الله في السماء ده تصور تقليدي، راح مجاوبه بنعم، والمفروض كان يجاوبه بنص، والنص ده هنشوفه مجلة الأزهر استشهدت بإيه. شوفوا معايا غلاف المجلة، وزي ما احنا كده شايفين هي مجلة دينية علمية خلقية تاريخية حكمية، تصدرها مشيخة الأزهر، وهننقل من الجزء الأول المحرم سنة 1357 الجزء التاسع، وكان مدير إدارة المجلة ورئيس تحريرها محمد فريد وجدي، وزي ما شايفين تحت خالص الطبعة 1357 ل 1938 مطبعة الأزهر. وزي ما حضراتكم شايفين على الشاشة إن المجلة دي الأزهر كان بينشرها داخل مصر وخارج مصر، وكانت بتطبع من خلال مطبعة الأزهر، يعني مشايخ الأزهر هم بيكتبوا المادة اللي في المجلة وبيراجعوها برضو من الآخر. أي عقيدة بيتم نشرها في المجلة دي هي إيه؟ عقيدة الأزهر. ودلوقتي هننقل لحضراتكم من صفحة 16 وخلينا نشوف مع بعض على الشاشة مكتوب إيه. ولو تركزوا حضراتكم على الشاشة في الفقرة الثانية هنقرأ وفي الكشاف أن المراد بتسبيح اسمه تعالى تنزيه عما لا يصح من المعاني التي هي إلحاد في أسمائه تعالى، كالتشبيه مثلا وأن يصان من الابتذال والذكر لا على وجه الخشوع والتعظيم. والمفاجأة هنا إن مجلة الأزهر اللي بيشرف عليها الشيخ الأزهر، شيخ الأزهر كمنصب اللي بيمثل عقيدة الأزهر الثابتة اللي ما بتتغيرش بتغيير شيخ الأزهر كشخص. أنا بكرر وأقول إن الشيوخ الأزهر اللي شرحوا عقيدة الأزهر من خلال مجلة الأزهر استشهدوا بأي كتاب؟ بكتاب الكشاف، وهو تفسير للقرآن كتبه أحد أئمة المعتزلة اللي هو إمين الزمخشري. والنقطة دي هنتوقف عندها شوية في الحلقة دي والحلقة الجاية، واللي ما تابعش معنا الحلقات اللي في بداية البرنامج لما اتكلمنا عن مؤسس المذهب الأشعري اللي هو أبو حسن الأشعري بالمعتزلة، إزاي بدأ المذهب الأشعري. بشكل سريع هنراجع أهم المعلومات اللي قلناها لحضراتكم وعلى لسان الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. إمام الأشعري هو نشأ على مذهب المعتزل وظل تقريبا 40 سنة على خلاف في تحديد هذه الفترة، وكان في ذلك الوقت يعتبر هو فيلسوف المعتزل، لدرجة أن أستاذه أبو علي الجبائي المعتزلي اللي هو كان يعني يشار إليه بالبنان كان ينيبه في جدال الآخرين نيابة عنه. هذا الإمام عاش في مذهب الاعتزال وأصبح يعني أحد الأركان أو الأعمدة الكبرى في مدرسة الاعتزال، وألف كتبا كثيرة جدا في هذا المذهب. أنا عاوزة ألخص كلام الإمام الأكبر الشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في نقطتين، مش عاوزة أكرر نفس الكلام اللي قلناه في حلقات اللي فاتت. النقطة الأولى إن الإمام الأشعري أبو حسن الأشعري كان معتزلي لمدة 40 سنة وبقى يعني من أئمة المعتزلة. والنقطة الثانية إن الإمام أبو حسن الأشعري ألف كتب كتير جدا في مذهب المعتزلة، ودي أهم نقطة. ونكمل مع حضراتكم كلام الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ونشوف هيقول إيه في الفيديو اللي جاي. ولكن فجأة ألمت به حالة فكرية، اختفى أو يعني اختفى في بيته أسبوعين، ثم خرج بعد الأسبوعين وذهب إلى الجامعة في البصرة وارتقى المنبر وقال كلامي على من عرفني فقد عرفني إلى آخره، ثم بعد ذلك
تحدث أني كنت على مذهب المعتزلة كذا، وأنا الآن راجع عن هذا المذهب وقد استقرت الله. وقال أنا الآن أنخلع من مذهب المعتزلة، وانخلع من ثوب كان على جسده ورمى به في وجوه الناس، ثم بعد ذلك ذهب وبدأ المذهب الجديد. وزي ما شفتوا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب هو بيشرح إزاي أبو حسن الأشعري بدأ المذهب الجديد، بيقول: بعدين ألمت بالإمام الأشعري حالة فكرية، اختفى بعدها في بيته لمدة أسبوعين، بعد كده راح المسجد وخلع ثوبه ورماه في وجوه الناس وقال إني أنخلع من مذهب المعتزلة، وزي ما هينخلع من ثوبه، وراح خلع ثوبه في وجوه الناس زي ما شفنا. وزي ما قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب إن أبو حسن الأشعري بدأ المذهب الجديد، يعني كتب المذهب الجديد. اللي بيشوفوا الحلقة خدوا بالكم من كلام شيخ الأزهر لما قال: ثم بعد ذلك ذهب وبدأ المذهب الجديد. وهنشوف مع حضراتكم فيديو تاني في نفس الموضوع علشان تكون الصورة واضحة لحضراتكم وفي نفس الوقت موثقة من كلام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ونشوف مع بعض. هو الحقيقة في المؤرخين هنا أو المحللون يكتبون أسبابا، بعضهم يعني زي ابن عساكر مثلا ينص على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهو يطلب منه أن يقاعد المذهب الجديد واللي هو مذهب أهل الحق ويبتعد من هذا المذهب. وطبعا أول رؤية هو يعني لم يكاد يصدق، ثم جاءت الرؤية الثانية وأكدت عليه إلى أن خرج إلى المسجد وأعلن هذا. وزي ما شفتوا حضراتكم ان الامام الاكبر شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب بيقول ان الرسول جه في المنام 3 مرات لابو حسن الاشعري ويقول له قاعد المذهب الجديد، يعني روح اكتب المذهب الجديد. ودلوقتي اللي شافه الامام الاكبر شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب، ركزوا معايا. الامام ابو حسن الاشعري كان من كبار ائمه المعتزله لمده 40 سنه، والف كتب كتير جدا في المذهب المعتزله. وطبعاً طالما كان من كبار أئمة المعتزلة، لو ألف كتب هتبقى الكتب دي مراجع بالنسبة للمعتزلة. وفجأة أبو حسن الأشعري انخلع من مذهب المعتزلة وأسس المذهب الحق اللي هو بقى إيه؟ اللي هو بقى المذهب الأشعري. وأهم حاجة إن الرسول هو اللي جاله في المنام 3 مرات وقال له قاعد المذهب، وتقعيد المذهب هيكون بإيه؟ بكتابة المذهب الجديد. يعني أبو حسن الأشعري كان مرجعا للمعتزلة، ولما بقى أشعري بقى مرجع برضو للأشاعرة. نرجع لمجلة الأزهر صفحة 16 وركزوا معايا على الشاشة في الفقرة الثانية ونقرأ مكتوب إيه. وفي الكشاف أن المراد بتسبيح اسمه تعالى تنزيهه عما لا يصح من المعاني التي هي إلحاد في أسمائه تعالى، كالتشبيه مثلا وأن يصان من الابتذال والذكر لله على وجه الخشوع والتعظيم. يعني لو الأزهر عاوز يستشهد بأقوال المعتزلة، ليه ما يستشهدش بأقوال أبو حسن الأشعري نفسه لما كان معتزلي؟ ده كان معتزلي 40 سنة وكان من كبار أئمة المعتزلة وتلميذ إمام المعتزلة اللي هو أبو علي الشبائي، وليه كتب كتير جدا. ونعيد فيديو تاني علشان نتأكد من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ونشوف مع بعض. هذا الإمام عاش في مذهب الاعتزال وأصبح يعني أحد الأركان أو الأعمدة الكبرى في مدرسة الاعتزال، وألف كتبا كثيرة جدا في هذا المذهب. وزي ما شفتوا شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول إنه كان من الأعمدة الكبرى في مدرسة الاعتزال وألف كتب كتير جدا، يعني ما فيش ولا كتاب واحد لأبو حسن الأشعري لما كان من أئمة المعتزلة تنقله منه في مجلة الأزهر، وتروحوا لكتاب ايه؟ لكتاب الكشاف للزمخشري. الراجل كان امام المعتزلة 40 سنة وكتب كتب كتير جدا، فين الكتب دي؟ هل كتب اتحرقت ولا اتصدرت لانه كان معتزلي؟ هل الدولة في ايامه حرقت كتبه مثلا؟ طيب لو اتحرقت كتبه لانه معتزلي، في سؤال مهم: ليه ما اتحرقتش كتب الزمخشري واللي كان برضو امام من ائمة المعتزلة؟ وسؤال هسيبه لشيوخ الأزهر وعلى رأسهم الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب: ليه بتستشهدوا بكتاب الكشاف للزمخشري اللي من أئمة المعتزلة، مع إن مؤسس يعني مذهبكم انخلع من المذهب ده وعمل لكم مذهب جديد اللي هو المذهب الأشعري اللي أنتوا بتعتقدوا فيه؟ وتابعوني الحلقة الجاية عشان نواصل النقاش في عقيدة الأزهر ونشرح إيه
في مجلة الأزهر، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبة.